ووصلنا لمساحتنا من الدعم النفسي وللمبادرات التطوعية. دائما عم يكون حصة بكل صباح تقريبا. ضماد الروحية من المبادرات اللي دوينا عليها رشا من فترة، وحكينا انه هي من المبادرات اللي عملت استجابة سريعة بما يخص كارثة الزلزال، ولكن من الناحية النفسية أكيد اليوم هي المبادرة هي مبادرة اجتماعية ونفسية، بتروح للأشخاص اللي تضرروا بكارثة الزلزال. توجه فريق ضماد الروح للمناطق المنكوبة ليساعدوا أهلنا بهدول المناطق بمراكز الإيواء. كيف كانت نتائج زيارتهم لمراكز الإيواء؟ شو أهم النقاط اللي اعتمدوا عليها ضمن الحقيبة التدريبية؟ معلومات كتير مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي عزة فيصل كردي، استشارية نفسية وأسرية وأيضا مدربة في تطوير الذات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا صباح الخير والطاقة الإيجابية. يا هلا، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. من فتره كان عندكم الدوره التدريبيه الاولى اللي كانت بالشام، بعدين انتقلتوا للادقيه وحلب. خلينا نحكي عن الورشه الثانيه ونشاطكم الثاني ضمن ضماد الروح. نعم، بدايه يسعد صباحكم. طبعا مبادره ضماد الروح للدعم النفسي هي مثل ما صارت معروفه المبادره انه هي دائما تتوجه ل أرواحنا لحتى بعد هالفترة هاي من الكوارث والزلازل والأزمات النفسية، خلينا نقول عند الناس أنه نحن نقدر شوي نكون نحن مع بعض داعمين. صحيح. لأرواح بعض. نحن ابتدأنا بدمشق من فترة، كانت باكورة انطلاقة هاي المبادرة في دمشق ببرنامج تدريبي، وبعدها انتقلنا للادقية وحلب. نحن قمنا بإعداد حقيبة تدريبية خاصة، يعني حقيبة تدريبية للدعم النفسي الأسري الاجتماعي، صممت خصيصا هاي الحقيبة التدريبية لتتوافق مع الشريحة والبيئة والمكان والزمان والوضع العام اللي موجود في المناطق المتضررة والحالة الموجودة والإغاثية خلينا نقول عند الناس. فتوجهنا للادقية وحلب وتم الإنجاز بنجاح الحمد لله. قبل ما نروح لتفاصيل الزيارة وكيف كانت النتائج، وقت نقول حقيبة تدريبية خلينا بس هيك نشرح ونبسط على شو بتحتوي هي الحقيبة أو شو هي الأساسات اللي بتعتمدوا عليها. تمام، نحن دائما في برامج تطوير الذات أو في برامج الدعم النفسي خلينا نقول، نحن دائما يعني نتوجه بمعلومات خاصة تتضمن أي شيء ممكن يفيد الشريحة المستهدفة اللي نحن حنقدم لها البرنامج التدريبي. كوننا نحن هلأ منطلقين من مبادرة دعم نفسي، فبالتالي وجب علينا أنه نجهز محاور خاصة بالحالة الإغاثية اللي تمت وصارت هلأ بالحقيقة بهالفترة. وبالتالي كمان المعلومات اللي تقدم ضمن هاي الحقيبة التدريبية هي أيضا لترفع من معنويات العالم والناس والأشخاص والأفراد اللي تأثروا نفسياً، وليكون فيها معلومات نظرية ومعلومات تطبيقية لحتى نقدر نحن مع بعض نساهم بإعداد مدربين مستقبلاً أو متدربين خلينا نقول قادرين من بعدنا أنهم يقوموا بالدعم النفسي الاجتماعي الأسري بمدينتهم أو محافظتهم. فبالتالي نحن كل متدرب عم ندربه هو كمان بيقدر يدعم نفسه من خلال هاي المعلومات وهي الحقيبة، يكون داعم أول وأخير لإله ولعائلته، وبالتالي بعدها يعني بينطلق ذات التأثير أكبر وأكبر أكبر، هو ممكن بالمستقبل يكون داعم للأطراف الأخرى والأفراد بمحيطه ومجتمعه. ما عم نحكي نحن الدورة الثانية اللي عملتوها بحلب والادي، وهو من المتعارف عليه من الأشخاص اللي المتضررين الأكبر من الزلزال، يعني الشدة النفسية يمكن كانت أكبر عليهم. خلينا نحكي اليوم قديش لمستوا في درجة من الخوف وقديش عم تفرق عن حالات الهلع اللي موجودة بالشام؟ يعني نحن صرنا بنعرف عنا كثير أهل وأصدقاء موجودين بالمحافظات، فعلا صارت حالة من الهلع، وهنن يعني هنن جامعيين رشا، هنن مثقفين، ولكن مثلا في منهم لهلا رافضين يرجعوا على بيتهم. طبعا هو بطابق عالي لهلا ما بيسترجوا مثلا يروحوا يتحمموا. فقديش لمستوا هي الحالات؟ وخاصة انه مبارح يعني كان في على السوشيال ميديا انه اخبار انه حيكون في زلزال، وشهدنا بعض المناطق سجلت ولكن خلينا نقول كان خفيف يعني خفيف. فنحن بعدنا عم نعيش هي الازمة يعني كيف؟ ما طلعنا لهلا. حقيقة دائما الوضع مختلف بين دمشق والمناطق اللي صارت فيها زلزال بشكل دايركت مباشر.
الحقيقه نحن اول شيء بنتشكر كل الجهود وكل الناس وكل الاطراف وكل الشخصيات يلي تجاوبت وكانت عندها اللهفه والحب لانها تيجي تسمع وتشوف المعلومات وتطبق التمارين. طبعا نحن لمسنا هذا الخوف اكيد ولمسنا يعني انه يكون في عنده القلق الى الان ما زال مستمر وتخوف من بعض الاشياء وخلينا نقول من المعلومات اللي تصدر عن طريق السوشيال ميديا انه ممكن يكون فيها تخويف وتهويل. لكن نحن قدرنا انه نحن نوعا ما نكون ضماد لارواحهم وحاولنا انه ندعمهم نفسيا، حاولنا نفهمهم انه نحن بعد هاي الفتره ان شاء الله الامور كلها حتصير تمام. وهن كمان بدورهم يعني بدهم يبداوا من نفسهم، يعني هن هاي المخاوف بدهم يشتغلوا عليها فتره لحتى هن كمان يقدروا يتخلصوا من هاي المشاعر. وبالمقابل في ناس اكيد ايضا اللي هن عاشوا الحدث كمان هن متاثرين وعندهم خلينا نقول عندهم بعض الاضطرابات النفسيه اللي هي تصنف اضطرابات ما بعد الصدمه، كمان هي بدها شغل عليها كمان هلا وبالمستقبل القريب. طالما ذكرنا السوشيال ميديا هو هذا الموضوع يعني هذا قصه لحاله وعانينا بما فيه الكفايه منه كان خلال ازمه الزلزال او بسنوات الحرب، اليوم ركزتوا على هي النقطه وكيف اليوم قدرتوا انكم توصلوا الفكره للناس؟ يعني شو اهم خلينا نقول النصائح اللي قدمتوها بموضوع السوشيال ميديا وقد هو تاثيره النفسي سلبيا على الشخص؟ صحيح تاثير السوشيال ميديا يمكن نحن كاستشاريين واخصائيين ومدربين انا دائما حقيقه بحكي عن دور السوشيال ميديا في التاثير، السوشيال ميديا في التخويف، السوشيال ميديا سواء كانت لها ايجابيات وسلبيات، فنحن اليوم كناس بده يكون عندنا ارتفاع بالوعي وخاصه بالازمات والكوارث لحتى نحن نقدر انه نميز بين المواقع اللي هي تبث الراحه والسكينه وتكون مطمئنه وبنفس الوقت بين المواقع اللي هي عم تعمل نسخ ولصق وهدفها بس التخويف، وبالتالي هون يعني يعتمد هذا الشيء على وعي الفرد نفسه. أنا لما إنساني أنا بدي أكون أساساً عم خاف أنا بس لأني بدي خاف وصدر الخوف للآخرين، فبالتالي أنا أوتوماتيكياً حأنجذب وراء الأخبار يلي هي أساساً ما بتنفعني بهاي المرحلة، فبالتالي نحن كل ما ابتعدنا عن المواقع المخيفة كل ما كان عنا وعي لهذا الموضوع أنه نعيش حياتنا بشكل طبيعي وأي حدث بصير هو أكيد حدث بيكون مقدر على الجميع، فبالتالي نحن بدي يكون عنا هاي المرونة لنقدر شوي نتقبل الأحداث المفاجئة اللي بتصير بالحياة. طيب أكيد بعد زيارتكم الميدانية يمكن الحقيبة التدريبية ممكن يتعدل عليها، شفتوا يمكن حالات عملية، شفتوا الناس هنن شو معاناتهم لحتى تقدروا تقدموا لهم أكثر الدعم النفسي، خلينا نحكي اليوم كيف ساعدتكم هاي الزيارات أكثر يمكن لتطوروا الحقيبة لتغيروا بعض الأساليب يمكن، ونحكي شوي نعطي الناس يعني وقعت كارثة الزلزال كلياتنا حكينا إنه لازم يكون عندنا بالبيوت هاي الثقافة النفسية، كلياتنا لازم يكون عندنا حالة الدعم النفسي، خلينا كمان يعني نعطي تمارين حالات معينة كيف نحن ممكن نوجه تفكيرنا بالبيت لحتى نقدر نتخلص من هاي الحالات. بداية عن الحقيبة التدريبية مثل ما قلت لك هي سممت خصيصا لهذا الموضوع وسممت خصيصا لهذا الحدث الحالي، لأنه نحن بنعرف برامج الدعم النفسي هي كثيرة حقيقة، ولكن نحن حاولنا من خلال هذا الموضوع أنه تكون نفسي أسري اجتماعي، فبالتالي تلامس كل فئات المجتمع. الحقيبة التدريبية كانت تتضمن حقيقة عدة محاور مهمة، محاور تتعلق باضطرابات ما بعد الصدمة والإسعاف النفسي قدمتها الدكتورة بوجه لها تحية زميلتي هنادي السلاخ، والمحور الآخر المحور الثاني اللي كان يتعلق بالأطفال كان يتعلق بكيف نحن كيف الأطفال اللي حيقدروا يتعاونوا ويكون تأثير الصدمة عليهم وكيف الأهل حيتعاملوا معهم وعدة شروحات أخرى، والمرأة بشكل خاص لتعاملها مع هالبنت هذا بالذات كيف نحن بنقدر ندعمها وندعم الأطفال قدمته زميلتي الأستاذة المشكورة سلوى عرنوس، ومحوري أنا كمان كان عن كبار السن وكيف نحن بنقدر ندعم كبار السن قبل وبعد الازمه الحاليه وبالتالي تاثير هالموضوع على العلاقات الاسريه بشكل مباشر، واكيد كان في محور خاص باطفال ذوي الاحتياجات الخاصه طبعا جهزته مشكوره زميلتنا الاستاذه نسرين عباس، كمان هي ما كانت موجوده معنا لكن صممت الحقيبه صممت هذا المحور وكلهم حقيقه يعني جهودهم كانت مشكوره لتقديم هاي الحقيبة، فالحقيبة هي لامست بشكل مباشر الواقع اللي نحن عم نعيشه. نحن قدمنا معلومات نظرية تتضمن الإسعافات تتضمن الاضطرابات، ولكن نحن كمان مثل ما تفضلتي وجهنا تمارين عملية لحتى نقدر نحن مع بعض خلينا ناخذ شوي تمارين عملية إنه نحن نكون مع بعض
كيف انه نحن نقدر نكون نحتضن انفسنا وكيف نحن نقدر نخفف من حده هاي المشاعر السلبيه. كان عندنا كثير حقيقه تمارين تامل، تمارين استرخاء، تمارين تقنيات قدمناها بعلم النفس، هي تقنيات امنه جدا للناس انه هي تقدر تستخدمها تنفذها على اطفالها، تنفذها ببيتها. ولكن قبل هذا الشيء كلياته هو الانسان من نفسه بده يكون هو جاهز لانه يتقبل هذا الشيء ويكون مصمم من نفسه. يعني باحدى البرامج التدريبيه بحلب قالت لي صبيه انا لساتني عم بشعر بحاله الخوف، وانا قلت لها يعني انت اللي بدك تخافي؟ قال انا ايه عن جد انا عم يعني صاير عندي رفض لكل شيء. فنحن اليوم بدنا نفهم انه نحن هي مرحله انتقاليه وباذن الله حيصير تعافي وتشافي لكل الناس ان شاء الله. ذكرتي حاله الصبيه انه كان في عندها تمام. رفض لكثير قصص بحياتها بسبب الكارثه وبسبب اللحظات اللي كانت صعبه اكيد على الكل، فما بالك باشخاص كانوا موجودين. ضمن هي اللحظات. خلينا هيك من خلال زيارتكم نحكي اكثر عن الحالات، شو اهم الحالات اللي كانت ملفته لكم وكان يعني خلينا نقول كانت حالات اسعافيه مفروض فورا تشتغلوا عليها؟ الحقيقه هلا نحن فينا نقول انه نحن من خلال زيارتنا لمراكز الايواء طبعا نحن شهدنا ولمسنا بعض الحالات اللي كانت متأثرة جدا. يعني من أشد التأثيرات النفسية والانعكاسات النفسية اللي كنا عم نشوفها بهي الحالات سواء كانت زيارتنا للاذقية أو لحلب، الحقيقة في اضطراب، في اضطراب بعد الصدمة، في تأثر كتير عميق. إنه الحالات معظمها انه نحن كنا قاعدين ببيتنا وهلا نحن عنصر مفاجأة كان هو فكان كانت بعض الناس عندها بكاء، كانت بعض الناس عندها دهشه، كانت بعض الناس عندها انه نحن بدنا دعم، نحن بدكم تضلوا جنبنا. فنحن هدول الاشخاص بيكون عندهم دائما بخلال فتره الحدث هشاشه نفسيه، يعني الانسان نفسيته بتكون هشه. ما هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي طبعا. صحيح. هذا شعور طبيعي، ولكن نحن ندعم بعض لحتى ما يتطور هذا هي المشاعر السلبيه، لانه نحن حكينا بالحقيبه التدريبيه اي مشاعر سلبيه تخزن بالجسم تعمل امراض، وهذا الشيء ان شاء الله نحن ما بنوصل له. ان شاء الله هيك بالصحه والسلامه النفسيه لنا ولكل حدا اليوم رافقنا بالمناطق المنكوبه وبسوريا الحبيبه. اكيد نشكرك لكل المعلومات اللي ذكرتيها. عزة فيصل كردي الاستشارية النفسية والأسرية ومدربة في تطوير الذات، شكرا لك. شكرا لك، شكرا لاستضافتكم الكريمة. اهلا وسهلا فيك، واكيد نواكبكم ان شاء الله بمزيد من الدورات والنشاطات. شكرا لك. شكرا.